قارن مشاريعه عديدة في قطاع الموارد المائية وقف عندها اليوم وزير القطاع حسين نسيب بولاية المسيلة. يونس الكحديب والتفاصيل. على طول 54 متر وعمق 30 متر يمتد سد لقصب بولاية المسيلة الذي يحوي أكثر من 4 ملايين متر مكعب والذي يزود الولاية بمياه السقي. السد الذي انطلقت أشغال التنقية به لرفع قدرة استيعابه إلى 7 ملايين متر مكعب. وهذا البراج إن شاء الله راح يعني يرفع أزمة يعني المياه لحوالي 8 ولا 7 بلديات نتاع الشمال الشرقي نتاع الولاية. احتياجات الولاية تفوق الانتاج المحلي للمياه، وهو ما ادى الى تبني استراتيجية حفر الابار، حيث ستستلم الولاية 87 بئر في غضون الشهرين المقبلين. ولاية المسيلة بالنسبة خصوصا المياه الصالحة للشرب هي تعتمد حوالي 80% من المياه الجوفية نتاع الهدنة. البلديات الواقعة شمال وشمال غرب الولاية من المقرر ربطهما بسدي كدية سرذون وعنزادة لتحسين تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب.